بطلتنا اسمها أم، بنت حلوة ولطيفة ومن عيلة فقيرة، ولما توفت أمها أبوها تزوج بمرة ثانية، والحين صارت بتعيشي وأختها الصغيرة مع زوجة أبوها في نفس البيت، واللي بتكرهها كتير وما بتطيقها وبتعاملها مثل الخدامة عكس بنتها الحقيقية يلي بتضل جلسة مثل الأميرة ما بتسوي شيء. أم مستعدة تسوي أي شيء بس عشان أختها الصغيرة، بتنظف البيت وبتشتغل، بس أبوها ما بيعرف بأنه زوجته بتعامل بنته بقساوة. وهذا بطلنا لليوم اللي اسمه روي، فبيتقدم لروزي وبيطلب منها تصير خطيبته، فبتقول له أنه لساتها مو جاهزة لتصير خطيبته، أنه في الأول لازم يكون في ترتيبات لحفلة الخطوبة. فبيقول لها بأنه هو بيحبها وبده يتزوجها بسرعة عشان تصير زوجته، فبتقول له أنه حتى هي بتحبه وصل لهم بيتواعدوا لأكثر من سنة، بس مع هيك ما بدها تستعجل في الزواج. في الليلة بيجي مع حبيبته الثانية ليقابل صديقه، فبيقول له أنه متوقع يكون لعوب كل مرة مع بنت ثانية، ولما بتكشف روزي بيخبرها بأنه هاي البنت بتكون حبيبة صديقه. واليوم اللي بعده بيخبرها أبوها بأنه هو رح يسافر عشان الشغل، وزوجة أبوها بتستغل الفرصة وبتتفق مع هالرجال العجوز ليقابل أم، وبتطلب منها تحكي معه، بس لما بتجلس بيضل يضايقها ويلمسها، ولما بيروح بتسمع كلام زوجة أبوها مع هداك الشخص، واللي بتعرف منه بأنها باعتها مقابل المصاري، وبتنصدم. وفي الصبح بيرجع هداك العجوز وبتخبره بأنه أم هربت، فبيطلب منها ترجع له مصاريه أو رح يخلص عليها، ولما بيكتشف بأنه عندها بنت تانية بيطلب منها تعطي له إياها، فلهيك بتترجى بنتها لتروح مع هداك العجوز لأنها استخدمت كل المصاري اللي عطالها يوم البارح. في الأول بترفض لأنهم كانوا مخططين يبيعوا أم، بس بعدين بتوافق، وكل هذا عشان تنقذ حياة أمها. وطلعت أم اجت هي وأختها لعند عمة صديقتها، فلهيك بتترك أختها مع صديقتها وبتجي للبحر وبتدخل، بس بتضل تطلب المساعدة لأنها ما بتعرف كيف تسبح، وبيكون بطلنا هنيك لهيك بيساعدها وبيسوي لها تنفس اصطناعي. ولما بتصحى بتسأله عن شو كان بيسوي لها، فبيشرح لها بأنه هو ساعدها وإنها لازم تشكره عوض ما إنها تسبه، بس هي بترفض لأنه سوى لها تنفس اصطناعي بدون علمها. فبيقول لها بأنه كيف رح يسألها وهي كانت فقد الوعي، وأنه هو مستحيل يتقرب منها لأنها مو من نوع المفضل. وبتوصل أم لبيت عمة صديقتها وبترفض إنها تتركها تضل معهم في البيت لأنها بتظن إنها هربت من عائلتها، بتحاول تشرح لها بس ما بتصدقها. وبعد مناقشات كتيرة بتوافق إنها تتركهم في بيتها، وبتاخدهم للمطبخ وبتخبرهم بإنه في الصيف السياح بيجوا كتير، لهيك هم لازم يساعدوها في الشغل، وبيوافقوا. وبيكون روي مع صديقه في السيارة وبيكونوا شوي وراح يصدموا أم، فبيخاف روي وبيكون راح ينزل من السيارة ليعتذر، بس لما بيكتشف إنها بطلتنا بيغير رأيه وبيطلب من صديقه ليروح يعتذر، وبالفعل هذا اللي بيصير، وبيعجب فيها من أول لقاء. وبتوصل متأخرة لعند العمة وبتسبها لأنها تأخرت في أول يوم شغلها، ولما بتخبرها بالسلفة ما بتصدقها وبتظن إنها بتكذب عليها، وبتقول لها إنه عملها هو تنظيف الحمامات. وروي بيجي للفندق وبيتذكر أمه يلي تركته هو وأبوه لما كان صغير عشان تروح مع رجل تاني، وبيضل يبكي. وبنعرف بأنه هو بيكون مالك الفندق، وبيطلب من العمة تعتبره ضيف عادي ولا تتعامل معه برسمية. وبتجي العمة وبتريق بالحمامات يلي نظفتهم أم، وبتطلب منها تعرف كيف ترتب السرير، وبتخبرها بأنها ما وظفتها رسميا بس بتأمرها لترتب غرف كل الفندق، ولو سوت أي غلط راح تطردها من الشغل. وبتوصل لآخر غرفة راح تنظفها واللي هي غرفة روي، بيكون بيستحم وبتظن أن الغرفة فاضية، فلهيك بتاخد راحتها وبتسوي اللي بدها إياه لأنها أول مرة في حياتها بتشوف غرفة تبع الشخصيات المهمة، وبتبدأ ترتب السرير. وفجأة بيرن هاتف روي، وهون بتشوفه وبتنصدم لأنه لساته طلع من الحمام، غير عن أنه بتتهمه بأنه هو لص ودخل لغرفة حدا ثاني. وبترفض تعطي الموبايل وبتهدده إنها رح تخبر مديرتها بالسالفة، فبيقول لها شو رح تخبريها إنك دخلتي لغرفتي وأني بستحم؟
وبتضل تضرب وبيقول لها انه هاي بتكون غرفته، بس مع هيك ما بتصدقه وبتهدده بانه لو سوى لها شي رح تخبر الشرطة. فبيقول لها انه غرفته معزولة عن باقي الغرف وما حد رح يسمح صراخها، وبيجي يتصل مرة ثانية وبتحاول تاخد له موبايله بس ما بتقدر، وبتهرب وفي طريقها بتنصدم في العمة وبتقول لها انه فيلس موجود في الفندق وحاول يضايقها، ومن جد بتصدق كلامها وبتلحقها لتورجي لياه. ولما بتعرف بانها بتتهم مالك الفندق بتطلب منها ترجع لعملها، فشو بتسوي؟ بتروح وبتخبر الكل بانه فيلس في الفندق وبتنبههم ليحموا حالهم منه، فبتطلب منها المديرة اللي تتعامل مع الضيوف باحترام وما تسبب المشاكل. فبيتصل روي بحبيبته وبيسألها عن ليش ما بتتصل فيه عكس الفتيات التانيين اللي بيضلوا يتصلوا فيه طول اليوم. فبتقوله شو انت بتخوني؟ فبيقول لها لا، بسبب وسامتي كل الفتيات بيلحقوني، وبتقوله انها مشغولة طول اليوم لهيك ما بيضل لها الوقت لتحكي معه. ولما بيسكر الموبايل مباشرة بيساعد هالبنته يلي بتحبه من أول لقاء اسمها جيني، فبتقوله إنها حابة ترجع بيتها فندق لأنه كبير كتير وهي بتعيش بس مع أخوها باروب، وبما إنه روي مالك الفندق لهيك بتطلب منه يساعدها. بتكون أم جالسة لحالها وبيجي عندها هالشاب يلي بخبرها إنها حلوة كتير وبده تصير حبيبته، كما إنه بيعرفها على حاله واسمه باروب، بس هي بتهرب. فبتجي المديرة لعند روي وبتخبره بإنها وظفت بنت جديدة وإنها لو كانت البارحة أزعجته فيها تطردها، بس هو بيطلب منها تتركها في الشغل وبتوافق. فبتطلب منها صديقتها في الشغل لتأخذ الأكل لجناح الرئيس، وبتوصل لمكتبه وبتدخل وبيخبي وشه مشان ما يشوفها، وبتنزل الأكل وبتروح. ولما بيسألوها أصدقائها عن كيف وشه بتخبرهم إنها ما شافته، بس من خلال صوته مبين عليه إن هو شخص قاسي مثل العمة. جيني بتخبر أخوها باروب بإنها شافت شاب وسيم كتير اليوم وساعدها، وصديقتها بتلتقي بروي وبتعجب فيه خصوصا من معاملته لإلها، وما بتكون بتعرف بأنه هو مالك الفندق. وبتخبر أم بأنها وقعت في حبه من أول نظرة، وبتجي أم للبحر وبيكون هنيك روي وبيعانقها، فبتطلب منه يتركها بس بيرفض، لهيك بتهدده بالسجن وإنها ما رح تترك للصيف هالفندق. فبيمسكها وبيتركها تروح، فلما بتشوف المديرة جاية بتصرخ بس بيسكر لها ثمها وما بيتركها تصرخ، فبتضربه وبتهرب. وفي الصبح بتطلب منها المديرة لتقدم الإفطار لمالك الفندق، وبتنصدم لما بتكتشف بأنه روي بيكون صاحب الفندق. فبتأمرها لتنظف المكان وتعتذر من الرئيس، بس هي بتروح. فبتسأله عن ليش ما خبرها في الأول بأنه هو بيكون مالك الفندق، فبيقول لها أنه هو خبرها كذا مرة أنه مولس، بس هي ما صدقت كلامه وكانت بتعامله بسوء. فبتقول له أنه بسببه الحين المديرة أساءت فهمه وإنها رح تستقيل قبل ما تطردها المديرة، فبيطلب منها تضل تشتغل لأنه هو بيكون مالك الفندق. والمديرة في الأول بترفض، بس لما بتتذكر عائلتها بتوافق، وبتقوله إنها بتقدر تسوي أي شغل وكمان شاطرة في عملها كتير. فبتخبر المديرة لبطلنا بإنها رح تطرد أم من الشغل، بس هو بيرفض بحجة إنه هو لطيف مع الآخرين وبيعطي لهم فرص كتيرة، ومن ضمن الفرص بيطلب منها تسرقها تصير خادمته الرئيسية. فبتجهز له الإفطار وبيسألها عن مستواها الدراسي وبتقول الثانوية، وبيسألها عن السبب يلي تركها تسرق الدراسة عشان الشغل. فبتقوله إنه صار معها مشكل تركها تسرق دراستها، وما بتحكي له شو هو بالضبط، وبتقوله بما إنها مجبرة تنظف الحمامات وتسوي أشياء كثيرة وكل هذا عشان تجمع المصاري، وبتروح. فبيتصل بالمديرة وبيطلب منها توظف أم رسمياً وإنه ما تضل تنظف الحمامات، وبتستغرب منه، وبيكون هدف أم من الشغل إنها تجمع المصاري عشان تقدر أختها الصغيرة تكمل دراستها وأصلاً إنها تدخل لمدرسة لأنها الحين ما بتدرس. بيكون روي بيحكي في الموبايل وبتكون أخت أم بترسم، وبتطير الورقة اللي رسمتها وبتجري لتاخدها، وهنيك بيلحقها لوي وبيطلب منها تنتبه على حالها وبتشكره لأنه ساعدها. فبيسألها عن ليش موجودة هون لحالها، وبتقوله إنها مو لحالها وهي بتكون أخت أم، وبيسألها عن ليش ما بتروح للمدرسة. فبتقوله إنه أختها وعدتها إنها رح تدخل للمدرسة السنة الجاية. فبيسألها عن سبب مجيئهم لهون ولو بيواجهوا مشاكل في البيت، فبترفض إنها تخبره وبتروح.
وبتجهز أم الإفطار لروي وبيطلب منها تجهز له الكافيه، وبضل يتمسخر عليها وإنها ما بتعرف كيف تسوي الكافيه، وبتجهز له الكافيه وبضل يسألها عن عائلتها ولو كانت بتعرف بشغلها، بس بترفض ترد عليه وبيطلب منها تشرب الكافيه اللي جهزتها، وبتشربها وبتكون حطت فيها ملح، ولما بتشربها بتقول إنها حبت الكافيه كتير، بس لما بيدوقها بيكون مذاقها مالح كتير. المديرة بتطلب من أم لا تحط هاي الصورة في مكتب راي، ولما بيشوفها بطلنا بيعصب كتير لأنه الصورة بتذكره بأمه، وبيطلب منها تروح من هون. والمديرة سوت كل هالشي عشان بدها تطرد أم من الشغل، وبيعرف راي إنه المديرة هي اللي طلبت من أم لا تحط الصورة في المكتب، وبينبهها ما تسوي شيء أو رح يطردها. وبيعرف أب أم بأنه زوجته باعت بنته، وبيحذرها بأنه لو ما لقاها رح يخلص عليها. وبتصير أم سكرتيرة خاصة للرئيس، والعصابة بترجع أخت أم الغير الحقيقية، وبيطلبوا منهم يلاقوا أم بسرعة أو رح يخلصوا عليهم. وبتكون أم بتشتغل وراي بضل يقترب منها، وبيجي اتصال من روزي وبتهرب منه بطلتنا، فبتخبره بأنه قريبا رح تجي للفندق تبعه، وبتسكر الخط. وعائلة أم بتضل تفكر بكيف رح تقدر تلاقي مكان أم، وبالصدفة بتلتقي بصديقة أختها، فبتحاول تسألها عن مكان أم بس بترفض تخبرها وبتروح. بس للأسف طلعت أخذت عنوان الفندق اللي بتشتغل فيه أم. وأخيرا أم بتخبر روي بحياتها الشخصية، وإنها بتواجه مشاكل مع زوجة أبوها، وإنه أبوها ما بيعرف بإنها موجودة هون وكمان بتشتغل. وفي الليل بيجي ليعلمها السباحة، وبيعلمها كيف تسبح، وبيخلصوا شكلها بدأت بطلتنا توقع في حب بطلنا. وفي الصبح بتكتشف أخت بطلتنا بأنه أم مريضة، وبتطلب من بطلنا يلي هو مالك الفندق عشان ما يخصم من راتب أختها لأنها بتشتغل بجد عشان تدفع تكاليف دراستها للسنة الجاية، وبيوعدها بأنه ما رح يخصم راتب أختها، وبيطلب منها تخبر أختها بأنها ترتاح وما تشتغل، وبيجي ليشوفها وبيطلب منها ترتاح. ولما بيطلع بيلتقي بالمدير وبتسأله عن شو بيسوي هون، وبيقول لها بأنه إجا ليزور أم لأنها مريضة، فبتقول له إنه هو مو من عمايله إنه يزور الموظفين لما بيمرضوا وليش بيعاملها معاملة خاصة. فبيقول لها بأنه هو ما بيهتم بأم وبيعتبرها بس خدامة عنده، لهيك هو إجا ليزورها مثل أي موظف بيشتغل في الفندق تبعه. وطلعت أم سمعت كل كلامه، لهيك بتجي لتشتغل. وعائلة بطلتنا بيوصلوا للفندق وبيحجزوا غرفة لمدة شهر كامل، وبتجي للبحر وبتحط عينها على روي، وأم بتكون بتدور على بطلنا لتعطي له موبايله، وبتسمع اسم أختها لهيك ما بتكون مركزة معه، وبتروح. وبتجي أختها لتورجي لأمها بطلنا لأنها حبته كتير، وبالفعل بيعرفها بحاله وإنه هو بيكون مالك الفندق وبيرحب فيهم في المكان. فبتطلب منه أخت بطلتنا إنه يعلمها السباحة بس بيرفض، وبتطلب منه كمان ياخدها لتشوف الفندق وبيوافق. وفي الليل بتلحقه وبتطلب منه يضل معها، وبتضل تتقرب منه، وبتجي أمها وبتروح معها. وفي الصبح بتشوف أخت بطلتنا الصغيرة زوجة أبوها الشريرة، وبتخبر أم بالسالفة، وبيخافوا كتير، لهيك بيبدأوا يضبوا أغراضهم وهم مش عارفين لوين رح يروحوا، لهيك بغيروا رأيهم. وبتطلب من روي إنه يتركها تشتغل بس في مكتبه، وبيوافق. وزوجة أب بطلتنا بتسأل المديرة عن أم ولو كانت بتشتغل هون، وبتخبر المديرة بأنه أم هربت هي وحبيبها وتركتها لحالها، وإنها بنت سيئة وبتسوي أي شيء عشان المصاري. والمديرة بتخبر روي بأنه عائلة أم بتدور عليها، وبتوصف أم بكل المواصفات السيئة، بس روي ما بيصدقها، وبيجي وبيطلب منها تخبره بكل الحقيقة. وبالفعل بتخبره، وبيجي باروب وبيخبرها بأنه أختها خبرته بكل الحقيقة، وإنه فيها تروح للضل معه في بيته لأنه مرة كبير، وبتوافق. ولما بيسمعها روي بيعصب كتير وبيسحبها لهاي الغرفة، وبيخبرها بأنها رح تضل هون ورح تخدموا وإنهم رح يناموا في نفس الغرفة، فبترفض. لهيك بيسحبها لياخدها لعند زوجة أبوها، وبتوافق إنها تضل في الغرفة. في الليل لما بتطلع من الحمام بتنصدم لما بتشوف روي، وبتطلب منه يروح ينام في غرفته، بس هو بيرفض وبيطلب منها تنام معه في نفس السرير. فبتقوله بإنها رح تروح لبيت باروب لتشوف أختها، بس هو بيضن بإنها بدها تنام مع باروب، وبيطلب منها ما تطلع من الغرفة. واليوم اللي بعده بيكونوا عائلة أم رح يغادروا الفندق لأنه أخت
بطلتنا لقيت شغل جديد براتب عالي كتير، بس بيجي أب بطلتنا وصديقة بطلتنا وبيهربوا، وأم بتقابل أبوها، ولما بيجي روي ليقابله بينصدم لأنه طلع أب بطلتنا هو الشخص اللي أم بطلنا هربت معه. بكل اختصار أم بطلتنا هي عشيقة أب أم، وبيعصب كتير وبيوعد أبوها المتوفي بأنه رح ينتقم من أب أم، فبيجي وبيسأل بطلتنا عن أبوها قديش من مرة متزوج، فبتقول له اسمعوا وانصدموا معي، إنه تزوج من أمها وتوفت، وكمان تزوج من أم أختها الصغيرة وتوفت، وتزوج من زوجة أبوها وبس، وبيعصب كتير. وفي المساء بيطلب منها تسوي له مساج، وبيتذكر ماضيه مرة تانية وبيطلب منها تتوقف، فبتعطيله الدواء مشان ما يضل يوجع راسه، فبيقول لها بأنه قلبه هو يلي بيوجعه وبيعانقها، فبيلتقي بأب بطلتنا وبيعطيله شيك ليدفع ديونه مشان ما يرجعوا يسألوا عن أم، وكمان بيطلب إيد بنته للزواج، وبالفعل أب بطلتنا بيخبر أم بكل شيء، وفي الليل بتقابله وبتسأله عن سبب اختياره لها كزوجة رغم إنها بنت فقيرة وبتشتغل عنده وما بتستحق إنها تكون زوجته، وهو عنده حبيبة حلوة وأحسن منها كمان. فبيقول لها بأنه هو جد في موضوع الزواج وبيعانقها وبيسألها لو موافقة على الزواج، فبتقوله أنه أول شيء لازم تعرف لو هو بيحبها أو لا، وبيقول لها بأنه هو بيحبها وبتوافق أنها تتزوجه، بس المسكينة ما بتعرف بأنه طلب منها الزواج عشان ينتقم لموت أبوه، وبالفعل بيتزوجوا، أو فينا نقول أنهم سووا زواج سري، ولا شخص في الفندق أو من الموظفين بيعرف بزواجهم غير روي وأم. وبيجي لعند روزي وبتضل تحكي له بأنها بتحبه متحمسة لتتزوجه فبيطلب منها تتركه يضل معها اليوم، بس هي بترفض وبيروح، وبتكون أم بتودع باروب وبطلنا بيراقبها، فبيجي لعندها للغرفة وبيقول لها بأنها كانت بتخونه من ورا ظهره مع باروب، فبتقوله بأنه أساء الفهم هي كانت بس بترحب فيه لأنه إجا مع أخته، بس هو بيقول لها بأنها بنت وقحة وبتتقرب من الرجال مقابل المصاري، فبتقوله بأنها ندمت على اليوم اللي وافقت إنها تتزوج فيه، فبيقول لها بأنه هو عطى لأبوها الشيك لهيك هي الحين تحت سيطرته، فبتقوله بأنها مستعدة ترجع له المبلغ اللي عطاها لأبوها، وبيعتذر منها لأنه عصب عليها وأنه هو تصرف معها هيك لأنه بيغار عليها، وبيحاول يتقرب منها بس هي بترفض وبيضل يلحقها، ولما بيمسكها بتكشفهم أختها الصغيرة وبيروح. واليوم يلي بعده روي بيعطي لبطلتنا بطاقة لتروح أختها الصغيرة للمدرسة، وبيخبرها بأنه هو رح يدفع كل التكاليف، وبتوافق، أما أبوها فبيخبر زوجته بالشيك وبتسرقه منه وبتهرب، وروي بياخد أخت بطلتنا الصغيرة للمدرسة، وفي أوقات العطل رح يرجعها بالتأكيد، وكمان بياخد بطلتنا لبيته التاني واللي رح يضلوا عيشوا فيه، وبيشوفها وهي بتعانق المصور وبيعصب كتير لأنه ما بيعرف بأنه بيكون أخوها، بيسألها عن ليش كانت قريبة من المصور، وبتقوله الحقيقة بس مع هيك ما بيصدقها وبتكون رح تنام، بس بيجي وبضل يضايقها لأنه بدون إنها ما بتحبه، وبتقوله إنها بتحبه وبيصير يلي المفروض ما كانش لازم يصير، وفي الصبح بتصحى وبيكون روي بيركض وبتسأله عن شو بده ياكل على الإفطار، بس هو بيتجاهلها وبيطلب منها تروح لتشتغل. وبيجي للفندق وبيلتقي بروزي لأنها أجت لتصور في الفندق تبعه، وبتشوفه أم وهو بيقبل روزي، وكمان بتسمعه وهو بيقول بأنه روزي رح تضل معه في غرفة الليلة، وبالفعل بتجي وبتشوفه وهو بيخونها قدام عيونها، ومع هيك بيكمل وكأنه أم مو موجودة أصلا، ولما بيجي لعندها بيتصرف زي كأنه مو غلطان ما شاء الله عليه، وأنه سوى كل هالشي لأنه ما يقدر يخبرها بأنهم متزوجين، بكل بساطة ما رح تتقبل الحقيقة، وإنه الحين رح يتظاهر بأنه هو لساته حبيبها، ولما يكون الوقت المناسب رح يخبر الكل بخصوص زواجهم السري. وبالفعل اليوم اللي بعده بيكون قريب كتير من روزي، وبتشوفهم أم، وبعدها بيجي لعندها وبيعانقها، فبتقوله بأنه مو ضروري يقترب منها في حين بيقترب من بنات تانيين، وبيجوا في الليلة يتعشوا مع باروب، وأخته بتكون رح توقع وبيمسكها، فلهيك حتى أمه بتتقرب من باروب وبيمسح لها وشها، وروي بيضل يناظر فيها، فبتطلب منها جيني لتضل معها الليلة، وبيجي روي وبيضيق بطلتنا بحجة إنها ما عندها الحق لتتقرب من باروب، وبالفعل بتضل مع جيني في البيت.
فبتجي أخت بطلتنا لتسوي جلسة التصوير مع روزي في فندق بطلنا، وبتشوف بطلتنا روي وروزي مع بعض وبيتجهزوا ليبدأوا التصوير، وأخت بطلتنا بتحط في عصير روزي مادة غريبة وبتطلب منها تشرب العصير، بس هي بترفض وبيشربوا مديرها في العمل وبسببه بيضل يفوت للحمام كذا مرة. وبتجي أم لعنده، ولما بيعرف روي بالخبر بيجي بسرعة للغرفة بس ما بيلاقي بطلتنا، بيلاقي بس الموظفين، وبيجي لعندها وبيسألها عن ليش كانت مع الرجال في الغرفة لحالها، وبيتهمها بأنها سوت علاقة مع الرجال وإنها كانت بتخونه من ورا داره، فبتقوله بأنه هو يلي بيخونها مع روزي وجيني وما حكت شي، بس هو بيتهمها بأشياء هي ما سوتها، فبتقوله بأنه لهم كان بيوثق في كلامها، فمن الأحسن إنهم ينفصلوا عن بعض، وبيضل يضايقها وبتطلب منه يتركها بس بيرفض. وبتجي أختها وبتطلب منه يترك أم، فبيتفشها وبيروح بسرعة ليساعد أخت بطلتنا، وكمان بيحملها لأنها ما بتقدر تمشي، ولما بيوصلها لعند أمها بتضل تتقرب منه وبتطلب منه يضل معها، بس هو بيروح. وطبعا كالعادة بيجي وبيعتذر من أم وإنه هو تعامل معها هيك بحجة إنه ما يقدر يشوفها مع الرجال تاني، وإنه هي بتكون زوجته وبيقدر يخدعها بكلامه بسهولة. وبعدها بيجي للبحر وبيوعد أبوه للمرة الثانية بإنه رح ينتقم من أم.